ألو، حملة كبيرة هتلف مصر كلها، بتتكلم عن إيه دي؟ لا، محدش قال لي عليها، عشان إحنا أطفال، إحنا لازم يكون لنا دور. لازم نبلغ كل أصحابنا عنها، لازم الكل يعرف هي إيه. يا ابني، بقلك يا ابني، ركز معايا كده، الله يكرمك. الحملة اسمها خدي حقك واديله حقه، فبتتكلم عن صحة الأم والطفل، يعني حقوقنا احنا وأمهاتنا. أكيد ده أساسي في الحملة. المباعدة بين فترات الحمل دي حاجة مهمة جدا عشان صحتنا وصحة أمهاتنا، حتى عشان الغلبان اللي جنبي ده ياخد فرصته في الاهتمام من الست ماما، مش تجيبنا ورا بعض وتتلبخ في طلباتنا وتنسى في الزحمة. هم يا سيدي سايبيني لوحدي ومش مهتمين بيا. تربية إيجابية، يس هي دي حقيقي. برافو يا شباب. الدهولي ده الدهولي، لما تعرف ان 70% من امهات مصر لسه شايفين ان افضل مدة بين حملين اقل من سنتين، وان عدم المبادة بيخلي الام تعبانة وضعيفة لان جسمها ما بيلحقش يعوض، وان ابنها ممكن يصاب بالتقزم والتأخر الدراسي بسبب عدم وعيها بالتغذية السليمة. هتعمل ايه؟ اعمل اللي قلت لك عليه بالظبط دلوقتي حالا. كلنا لازم ندعم الحملة بكل قوتنا، فهمت؟ بسرعة يلا. خلاص خلاص، ولا تلهم علم وينفذ يا كبير. سلام.